يعني هلكاس دريق او الله سبحانه وتعالى ما هرتو نو غلادي او اه هل هدف او اه ان ادوما نكون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون افرتن كاسنا وحا نو سي كرديساي مالين با مالين تقدم بيسا وما داني عافيمات كذا انو اي كو جورتو ايدو او نوقتو ربي غيدي رالنا كن نوقتا الله هذا ابو ري سماواتك ارضده ولا ليام وحان ادين لا ايماني دعوه ميديسن او لوغو سو كوبي كرو هل اوراه تا اوراه دا سو اه وحي انبياء الهي با اي كو اورا جيرين ومضهوضة هو أهيد أعبد الله ما لكم من إله غيره ورألا عابد إله كلمة له دين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن جعلان لها إن حلقة دان كوابن كسو قدبيو موضوع آد مهم وأه ومانتي إلهي سبحانه وتعالى عدي أو فهمسيو أما معرفة تامة أويالتا أي بدباديسو إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسو حكولي يهي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وحقيقة بن آذن كأردان مسكح ذو كبقو حيسة أو أي مارد كمشغولا وقف والباء ومركزت إلهي سبحانه وتعالى قف بن آذن أو أبوره أو راذنا يو وحو إله كدكتو إله دبتاه أو إله نمذا للرب إن لك دكتو والعابدو والله سبحانه وتعالى حقيقة مركة وحي تهي وحقيقة نبتة اي إله نمذا أما حقيقة الألوهية وارنتي حقيقة ستتك مسكح ذو كبقو حيسة يعني ذاتك مركة مسكح ذو مركة كسور دعو هذه الحقيقة وحيوك لبحا ينسد حقيبوت قولا سف سهلا أو لو أفهمت حقيقة سوء إله نمذا وإلهي سبحانه وتعالى معرفة تام وإياشة كدن باية راعة إله نمذي سأقرى يعني إله سبحانه وتعالى مركا ما دام أويها متك أدونك كون كان أوري إنسان كاني مارتي أساق أو كليجيس أو جمالك أوليها لما يسترك أوليها يعني صفات كيساس قروح ذا بدن أوليها أي تاه إن لغو عابدو إن لغو وينيو قولك لا جرتا أو ورير أي كقشي أو كوريري أو تناقض أو كقلي يعني أيوه له إلهي وعابدينا إني مارت إلهي غير كيس من دونه إني عابدان أو إسكو لحضران حقي إي باطل كي سيداس درتد وحي أب مارتي ساقي قسمي أما أي مارتي إس لحقليان حقي إي باطل كي قولوا داس إيقو وابهديو بين محايا لي ما إي إله نمدي دبتا أهدو إلهي سبحانه وتعالى مارت أو ربي لما إي سيمان قولوا كالي الحاد أي لي مادين أو وحي إسكو ديان إلهي سبحانه وتعالى كون كان كان إني إنكران أبورتان كيس إني دهان إله مجرو مارت وجود مجرو مارت واجد مجرو إني دهان يعني مدو حكينا مدلا كينا مدنا مارت مدو حكينا مجرو أو والإسكا سما يسمي دبا على ذاتك إسكا أبورت وحليهين سيد إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس ونو قلت الماما إني إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين بعثين أساسي كو إنكران وعد صوصاري سمالهان الدنيا دسكلي أمبا مارت وموقت وما يهلكنا إلا الدهر آيات كلنا مارت هالك سعيد المامسي سياس درت مركة دتكي مركة مؤمنين تنقضي أو إلهي سبحانه وتعالى إله نمذ أقري أو فهمي أو إلهي وحي فهمين إلهي سبحانه وتعالى إنه نحريسنا أو جعلي هاي وأدومي سو خيرك اللي جعلي هاي وحول البؤكون كان يالنا أو أسخرة أيضا عدوى دي ستأنجرن ما أنت معناه بدل المرايو عرك المرايو مارت أول كان وحول بلقص وصارنا يعني إلهي سبحانه وتعالى يا أسخرة مهمته مركه وحي تهي قفكه بني ادم كانه هدف يشو او اله سبحانه وتعالى ابوري او اود داس له انو كدنبهيو او حقيسه او سعيه او عبادتيسي ادونمديسي او ليمادو سي او بدبادو او مارتي محل لها ادونكنا او سعاده كنولادو اخرنا او اله سبحانه وتعالى ابال مرنتيسي او هلو طريقنا او مد كليه هي مد النبي عليه الصلاه والسلام
أو نوجاحي سيد إلهي قرآن كي سوء كليهي وأن هذا سرادي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني هل كاس دريق أو إلهي سبحانه وتعالى مارته ونوع قلاضي أو هل هدف أو إنا أضوما نقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حقيقة إلهي لماذا مارك هل كاس يكسو مقاينسة إلهي إنو مارت متكي وحاوري متكي بالأول كأويهي أو وحكو رئي سنجرين آخر كأويهي وحك الدنبي سنجرين إنو إياه هو الحي القيوم. يعني صفات كاس إلهي سبحانه وتعالى إنا نتكو عابدنا ومارت وقلانا كرادنا أن كبرنا ومارت إلهي سبحانه وتعالى أساس ومارت نوسي الليبان الدنيا إمد آخره وأن كدلمنا رسولك عليه الصلاة والسلام جد كيسي أن كرعن. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني هدف كان إنه كاس نقضه إلهي سبحانه وتعالى كل جيس أدون ونقضه رسول كيس أن رعنه جد كاس مستقيم كإلهي ونوجاحي نبينا عليه الصلاة والسلام ونتسي أن رعنه سيداسنا أن كدربنا إنا بدبادنا وأن أدومه كنقنه. وما تنتين داو ديال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن جماعة الصادعون بالحق ليس أمامنا إلا هذا الطريق أن نبلغ رسالة الله سبحانه ولا نخشى أحدا غيره ولن يمنعنا من ذلك أي عائق مهما كان حتى نؤدي مهمتنا ونموت في سبيل الله وتحقق قول الله فينا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فإنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً.